مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من دواكم في يديكم. كنا بدينا نتكلموا على قضايا الفطور نتاع الصباح، لأن شفنا أن الفطور نتاع الصباح مهم، وسنراه الآن في أهميته، لماذا هو مهم. لكن الأسبوع الماضي رجعنا لمشكل الناس اللي قاعدين يستنوا في الحصة باش يكلموا على المشاكل تاعهم، بصح ما يسمعوش للحصة. وبقيت نفكر، بقينا نتكلموا الأسبوع الماضي، لماذا الناس قاعدين يحسبوا أن هذا الحصة سبيطار، مستشفى، وين يروحوا، أو طبيب، وين يروحوا يتكلموا على المشاكل تاعهم. وحنا نحبوا نوريو لهم يا ناس، نحب نوروا لكم كيفاش تعالجوا نفسكم بنفسكم. كي تجي يكون مرض مزمن كبير، ثم يحتاج الى عنايه ماهيش دقيقه في هنايا نعطولوا العشبه العجيبه، لابد تكون عنايه مركزه قويه. ونعطيكم مثال في خلال هذه الحصة نتاع واحد كتب لي من الجزائر، وكتب لي بالإنجليزية من شعف علاش، وطرح لي سؤال على جداه ويحب حل. جداه عنده أمراض كثيرة نشوفها فيما بعد، لكن قبل هذا نرجع إلى هذا المراجعة. وقلنا بأن احنا منذ 2015 وحنا نوروا بأن الحصة هذه ماشي بان عطلكم وصفات شخصية لأمراض مزمنة، لا، الحصة هذه باش توريكم ما هي الأساسيات نتاع الصحة نتاعنا. وصلنا عاودنا وقلنا وزدنا عاودنا بأن الأكل ونمط الحياة وطبيعة الحياة هما اللي مهمين جدا، هما الركائز او الركيزتين، ها، لي دو بيليه نتاع الصحه تاع الانسان. واذا ما حبيناش نفهموا هذا ما نقدروش نمشوا للقدام، ما نقدروش نتقدموا، ما نقدروش نحافظوا على الصحه تاعنا. هذيك العقليه نتاع الناس اللي تخليهم يتكلوا على الاخر، حاطين يدهم دائما هكذا ويسنوا في الوصفه العجيبه اللي راحت الاخر، ماهيش مليحه وما تساعدهمش وعمرها ما توزي. المشكل ان الناس اللي عملوا هكذا، والعديد منهم كثير الا قليلا اللي كانوا يتبعوا في الحصه هذه ويطبقوا، كثير من الناس يستنوا حتى تتخذ عليهم القضيه كل حتى الامراض والمزمنه، ويروحوا لعند الطبيب سنوات عديده، ومن بعد كي يشوفوا الطبيب ما وصل المسكين الى حد ما عرف طبيب او اطباء، لان غالب الاحيان يروحوا من طبيب لطبيب ويجوا بادويه كثيره، والادويه يزيد لهم مشاكل، والطبيب بعض الاحيان مشغول يشوفوا ما عندهم مشاكل هذه يزيد يعطيهم دواء واحد اخر، ويوجدوا روحهم بادويه كثيره، يعني يدوا في نفوسهم للمقبره بيديهم، يدوا نفوسهم المقبرة بيديهم، مش من بعد يقولوا الله غالب. فقلنا ونعاودوا أن الحصة هذه باش تعطي لكم المواد اللازمة باش انتم تقوموا بالصحة نتاعكم. دوك الناس اللي راهم يستناو في الحصة هذه، راهم جالسين قدام تليفون وراهم يستناو بيتكلموا على المرض تاعهم، أني ننبه فيهم أن القضية ماهيش هكذاك. دوك واحد كي يجي راه يستنى ومن بعد يقول لي انا عندي مرض الكولون تكلمنا عليه عده مرات، وعطينا كيف الانسان يعمل اشياء على مستواه عنده هو باش يبري مرض الكولون. واذا الانسان ما حبش يفهم هكذا الله غالب، انا ما نقدرش نعالجه من بعيد. يحب يجيني لبريطانيا اهلا وسهلا، يبقى معايا لمده شهر ولا هذا، يروح يشوف فندق ولا مانيش عارف، ويحب يخسر دراهم كبار يجي، ما حال لي فيه. لكن انا نقول لكم باللي هذه الاشياء
خاصة مرض السكر، ضغط الدم، قضية القرحة، المعدة، الكولون، كل هذه تقدروا تدوها بيديكم. والناس اللي راهم يسناو بيطرحوا لي أسئلة على المرض تاعهم الخاص، أن ينبه فيها من درك أن الحصة هذه تعطي اللوازم للناس وبعض الحاجات خفيفة باش الإنسان يعالج نفسه بنفسه، ماشي يستنى فيا نولي لوانا يا آخر إنسان يروح له باش يحل مشكلة اللي عنده دواها عند الطبيب منذ 15 سنة. لابد الناس يفهموا شوية، احنا هنا رانا في أخذ ورد باش الناس تفهم. ولهذا الناس لابد يطرحوا لي أسئلة على البرنامج اللي نكون نتكلم فيه. فالماكلة نتاعنا هذه ونمط الحياة، عندما نقول نمط الحياة الإنسان يأخذ مسؤوليته، ما يتكيفش في الدار، يبعد على الدخان تماما، على السجاير أو السجاير، ما يسهرش برا حتى 12 تاع الليل ومن بعد يجي للدار ويشرب قهوة قبل ما يرقد. كل هذه تتبدل، وحنا عطينا كثير من الأشياء كيف الإنسان يبدل هذا نمط الحياة باش يرقد مليح، ما يطيرش عليه النوم، باش العائلة تاعو تكون صحيحة، بيكون مسؤول على العائلة تاعو، الأب ولا الأم ولا رب البيت ولا ربة البيت، بين اثنين مسؤولين على هذا ومسؤولين على أولادهم في هذه الصحة. هذا قضية نمط الحياة. في اختيار الأكل نفس الشيء، الأكل اللي خلقه ربي لذيذ قوي، عنده مكونات ربي دارها لنا في الأكل تعطينا الصحة، لابد نراعى هذا. هذه سنن خلقها الله سبحانه وتعالى، ما نتعدوش عليها. إذا خلقنا باش ناكلوا اللوبيا والبطاطا ولا أخر حاجة تكون خضرة فريشكة ما هيش مصبرة في العلب، لابد احنا يا نحاولوا نروحوا لهذه المواد الخضراء اللي هي طيبة، وخاصة إذا ما كانش فيها الأسمدة وما رشوهاش بالدواوات اللي يجيبوها لنا من الخارج، اللي تسمم الماكلة نتاعنا وتسمم لنا الأراضي. فكل هذا تدخل في قضية مسؤولية الإنسان. فإذا رأينا الماكلة بصفة جيدة راح تعطينا الصحة كما تشوفوا على اللوحة. فممكن نشوفوا اللوحة من فضلكم. فهذه راح تعطينا الصحة. وإذا ما رأيناش هذا السنة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى راح نروح لهذه الأمراض المزمنة بطرق مختلفة. تبدأ حاجة صغيرة ونروح للطبيب ويعطينا دواء، بعض الأحيان يصيب بعض الأحيان ما يصيبش، والدواء هذا قبلك ما يفيدناش ولا يضرنا، بعض الأحيان يساعدنا بصفة مؤقتة، ولكن شيئا فشيئا نشوفوا نروحوا من الطبيب للطبيب للطبيب، نقولوا بعرام كمشة كاملة تاع رزمة تاع أدوية، وهذيك اللي راح تدينا للأمراض هذه الخطيرة. الأمراض هذه ما تجيش يا إخوان يا أخوات، ما تجيش هكذا، احنا اللي نمهدوا لها الطريق، فلابد أننا نراعوا هكذا. فالخلاصة هو الإنسان هو الطبيب نفسه، كي نقولوا الطبيب نفسه يعرف الحاجة اللي تضره والحاجة اللي ما تضروش ويراعيها ويأخذ بالنصائح ويعمل بها حتى يتفادى الأمراض. فما كاش واحد آخر اللي راح يساعدنا بصفة عامة على صحتنا غير حنايا، احنا المسؤولين. الطبيب قلت ونعاود ونزيد نقول ونزيد نعاود بانه يجي في اخر لحظة اذا كان لسبب ما، لاي سبب جاء مرض ما قدرناش نتحكمه فيه. لكن نشوفوا بلي المختصين في الطب هنا في الغرب يقول لك بان
أكثر من 80% من الأمراض إحنا اللي متسببين فيها، إحنا اللي نديروا الأمراض نتاعنا لأننا ما نراعوش السنن في المكلة وفي نمط الحياة كما عملها الله سبحانه وتعالى. فلابد أننا نفكروا مليح في هذا، والناس اللي راهم يستناو بيتكلموا لي على المرض تاعهم بعد تشوفوا راح يكونوا ناس يتكلم لي أنا عندي الكولون وعندي الآخر. سيد هذا ما كانش يسمع واش راني نقول الآن، هذا المشكل. فالحصة هذه مديورة باش الناس يسمعوا لها ويعملوا بالنصايح، ماشي يجيني بعد يطرح لي مرض عنده 15 سنة بالمرض هذا ومن بعد يحبني نحلوله في دقيقة نتاع الحصة. لابد الإنسان يفهم هذا. فدواكم في يديكم، في يديكم يعني أننا حنايا المسؤولين نقدروا نتفادوا الأمراض بالطرق اللي رانا نتكلموا عليها. فهذا الحصة قلناها مرارا وكنت ندير لوحات با دو دوردونونس، هذا الحصة يا إخوان ماشي بعد تعطي لكم وصفات طبية خاصة، مستحيل وغير أخلاقي أنني واحد يجي يقول لي عندي باركنسون ولا عندي ALS ولا عندي برونشيت كرونيك ولا ونعطي له هنا نقول له هاك الحصة هاك الوصفة. هنالك وصفات وجدتهم الإخوة، لأن كثير من الإخوة عندهم أمراض يتكلموا عليها بكثرة، فوجدت بعض الوصفات أنت وقاية غالب الأحيان ولا تساعدهم على الرجوع إلى الآخر. بصح إذا كانوا ما يغيروش نمط حياتهم وما يغيروش الأكل تاعهم، الوصفة اللي نعطيها رايحة ما تفيدش، ما تفيدهمش. فالإنسان لابد يرجع يتفقد نفسه ويبدأ يولي مسؤول. فالحصة هذه رجعونا اللوحة، الحصة هذه با دوردونونس، ما نعطيش وصفات شخصية للناس. واللي رمي كتبوا لي ويقول لي جدة عندها هكذا ويما عندها هكذا وبابا عنده هكذا وعنده المرض الفلاني وخالتي عندها المرض الفلاني، هادو غير ينساو. إلا حبوا علاج تام خلاص ندير لهم علاج تام، لابد يجوا لهم بريطانيا لأن الدواوات ما نش عارف كيفين بعثهم لهم أنا اللي هم. فمن فضلكم راجعوا نفوسكم وشوفوا بأن الحصة هذه راهي تعاون فيكم وتوري لكم كيفاش أنتم تاخذوا صحتكم بيدكم، يعني كيف أنتم تعالجوا نفوسكم بنفوسكم. ولهذا ما نقدرش أنا نتكلم على كل الأشياء في حصة ولا حصتين ثلاثة، ممكن تسألوا سألوا توضيحات. أنا عندي المشكلة هكذا، كيف ممكن أنا نعالجه بيدي؟ عندي كما قالت الأخت هذه نرجع لها دائما من تيزي وزو، قالت لي أنا عندي الكولون واش نقدر ندير؟ قلت لها صيام تاع 5 أيام مع شوية ما بالليمون. قالت لي ما نش عارف لا نقدر نصوم، لكن صامت 5 أيام ورجعت وشهدتني على الهواء وقالت بالله كل الأعراض تاعها راحوا. وعلاش كل الإخوة والأخوات ما يقدروش يعملوا نفس الشيء؟ ولكن نقولوا صيام علاجي، صيام احنا دائما نصوموا، ماشي هكذا. لابد الإنسان عندما الواحد يتكلم له لابد يراعي ويشوف الكلام ويوزن، كما نقولوا احنا يوزن الكلام مليح. صيام تاع رمضان شيء اخر، وخاصه نصوموا نهار كامل بصح نديروا الطابور نديروا لاشان صباح ربي على الدجاج باه ناكلوا في الليل. هذه مشكله كبيره في المجتمعات تاعنا. فعندما نتكلموا على نقولوا نعاودوا صيام 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 علاجي، الماء بالليمون الماء بالليمون، ماناش نتمسخروا لان هذه حاجه سهله. لكن بعض الناس مساكن مدمنين على البلوزه البيضاء والطبيب وهذوك الاخر الالات عند الطبيب والادويه والعلبه الكبيره، ماشي هذيك اللي راح تداويكم. داووا نفوسكم قبل، هذيك اخر شيء ممكن الانسان يمشي له. والناس اللي حبوا ما يمرضوش لابد انهم يراعوا قضية الأكل تاعهم ونمط الحياة بين اثنين، يمشوا بين اثنين. الإنسان اللي يروح يأكل على 11 تاع الليل وهو في عمره 60 سنة
يعمر كل شيء، كيف راح يبات هذا؟ الصحة تاعو راح تدهور، صبح ينوض تعبان، مشاكل. هذا هو نمط الحياة، خاصة يراعي الإنسان إذا كان من الخمسينات الفوق أحسن له ما يأكلش من بعد الستة، أما يخلي حتى الساعة تاع الليل ويجي أمرا ديري لي قهوة، هذا غير مسؤول. هذا المشاكل كلها تبدأ من هنا، ومن بعد كي تتفرقع القضية كاع تولي أمراض خطيرة جدا، والناس يبداو طبيب ما يقدرش يساعد يبداو يفتشوا من يجوا ليا كاش وصفة كاش حشبة. يا إخوان ما تمشيش الدواء هكذاك، المسؤولين هما احنا كلنا على صحتنا. فالحصة هذه نقول ونعاود ما نقدرش نعطي لكم وصفات خاصة لكم، نعطي أشياء عمومية. المثل، وهذا الأخ إن شاء الله راه يسمع فيه الآن، هذا أخ عبد الرحمن من الجزائر قرر أنه يكتب لي بالإنجليزية. علاش بالإنجليزية؟ مانيش عارف، كان ممكن يكتب لي على الأقل بالفرنسية، لأن الإنجليزية بعض الأحيان ما نفهم الشرع وش راه يقول. اتكلم لي على جداته، جدته عندها مشكل تاع لي بلاكيت سانغين، المشكل تاع الدم، ويتكلم على وصلت الى مستوى ما يقدروش يفهموه، انديتكتابل، يعني ما يقدروش يشخصوه، ما فهمش واش حاب يقول بهذه. انا وضعت له نقطه استفهام، ويقول بانها كان عندها اعراض نتاع ترومبوسيتوبيني اللي هي مرض اخر نتاع الدم، وعندها شحال وهي تاخذ لي كورتيكوستيرويد. ما عرفناش علاش تاخذ لي كورتيكوستيرويد الا كانت ما تبراش، ياخذهم الانسان اسبوعين، واذا شوف ما يبراش ما يبقاش يوزن، خاطر الكورتيكوستيرويد راح يديروا امراض اخرى إلا كملنا هكذا، خاصة المناعة، يحبطوا المناعة تاع الإنسان. عندها ترومبوس بولمونير، عندها أمبولي بولمونير، مش عارف. السيد هذا وصل حتى للدرجة هذا، ويجي يطلب مني حل ممكن، اون سوليسيون ايفونتويل. سوليسيون ما راحش تجي من بين ليلة وضحاها لحالة كما هذه. أنا لو الإنسان هذا يطرح لي الأخر الآن باش نقدر نعالجه، لابد نرجع له نسأله الجدة هذه شحال في عمرها، خطر الأدوية اللي نعطي لها لابد نأخذ هذا بعين الاعتبار. عندها الاتنسيون ما عندهاش، عندها مرض السكر ما عندهاش، شحال وهي مريضة بالمرض هذا، الأكل تاعها كيفاش داير، هل عندها مشاكل نفسية. وهذه ما نقدرش أنا، ما عنديش الوقت هنا، عندي المرضى كثير هنايا، ما عنديش الوقت بان نتكاتب مع السيد هو يكتب وانا نكتب هو يكتب وانا نكتب بان نساله على القضايا هذه، وفي اخر المطاف ما نقدرش نعالج له جداته هذه لانها بعيده عليا، وما عنديش كيف نبعث الادويه، حتى نبعث الادويه يروحوا في البوسطه ما يوصلوش، وكثير من الناس اللي يقولوا لنا القضايا هذه. فهذا مثال نتاع ناس اللي يحبوا وصفة يكتبوا لك ويحبوا وصفة مشكلة. فالأخ عبد الرحمن اللي راه يسمع فيه هذا لابد يتفهم الأمر هذا، وكثير من الناس راهم يكتبوا لي قضايا كما هذه. فنرجع إلى الحصة هذه، الهدف تاعها هو أن توري الناس كيف يعملوا أشياء على مستواهم. بعد إلى حبوا علاج لابد إلى راه في الجزائر ولا في أمريكا ولا يجيني لهنا، ما نقدرش أنا نبعث له الأدوية تما، ممكن نعمل له مقابلة تليفونية كما راهم يعملوا الأطباء الآن في بريطانيا. لكن عندما تجي بعد الأدوية، وممكن الإنسان اللي حب يتفقد المريض يحب يشوف كيف راه وجهه، عنده نفخ ما عندوش، كل هذه تدخل في الأخر. لهذا لابد أن الإنسان على الأقل المرة الأولى يكون معنا في الكابينة. دونك الحصة هذه عندما نعطوا أشياء لابد الإنسان يسمع، لابد يكتب، يشوف كارني ويكتب ويطبق
الأشياء اللي نقولوها. فالشيء الآخر هو عوض أن الناس يستنوني بالتليفون، رام يستنوا حتى نكمل الكلام نتاعي ويبدأوا يسألوا لي على المرتاحهم، يسمعوا الحصة هذه باش يكتبوا، باش يكتبوا النصايح، ومن بعد يطرحوا لي الأسئلة على الأشياء اللي راني نقولها. بلك أنا ما وضحش بعض الأشياء، بلك عندهم شيء آخر ممكن ينبهوني ليه. إحنا إنسان إنسان، فلابد أنهم يطرحوا أسئلة على الحصة هذه اللي راني نتكلم عليها. إذا ما شافوش الحصة ممكن يشوفوها على المغاربية في يوتيوب، ممكن يعودوا يشوفوها الخميس والأحد كما راهي تعاد في هذاك الوقت. وثان كاين وسائل عديدة وين يقدروا يجيبوا المعلومات. فنرجع إلى قضية المسؤولية، مسؤولية تاع الإنسان باش يأخذوا زمام صحتهم، باش يأخذوا مبادرة باش يبرعوا. إذا ما حبوش يعيشوا الشركة الطبية بالأدوية اللي يأخذوها لمدة 10 سنين 15 سنة، ناديك ما تداويهمش، بصح تعيش الشركة الطبية تاع الغرب. هذا هو. فعملنا وصفة إن شاء الله بعض الإخوة قالوا لي ما لقوهاش في الإنترنت، لأن لاحظت بأن هنالك موقعين اللي خذوا الوصفة وداروها في الموقع تاعهم، ويحبوا الناس يروحوا الموقع تاعهم، فهذوك راح نتكلم معهم فيما بعد. لكن إن شاء الله تأتي، راح يكون موقع لي، وراح تكون الوصفة بالعربية والفرنسية تكون على الموقع، ونعطي لكم الرابط لهذا. فالسؤال هو المسؤولية، مسؤوليتنا. نرجعوا للعادات التقليدية نتاع جدودنا، نسمعوا الجايتيك النصايح اللي نعطوها، ما يتهاونوش ويقول الموت كاينه وتكون، و بهذه الطريقة فقط يقدروا يوصلوا إلى نتيجة. فقلنا لزابونيو ميديكامون، الناس يخلوا حتى يولوا مرض قاعيتيك، ومن بعد يجيهم الأمراض هذه ويبدأوا بالأدوية، والشركة الطبية هي اللي تستفاد ماشي هما. فخلينا الآن نرجعوا لهذا الشيء اللي يعطينا القوة تاع النهار، ألا وهو الفطور تاع الصباح. عندما نتكلموا مع الناس نقول لهم واش تاخذوا في الصباح، يقولوا لنا ناخذوا قهوة كحلة، قهوة كحلة وحدها. القهوة كحلة وحدها أولا ماشي مليحة، المعدة تاعنا تكون فارغة، لأن القهوة عندها نوع من الحموضة أسيديتي، ومتعمق كي تروح للمعدة، المعدة تبدأ هي تخدم في الحامض، ونزيدوا لها الحامض تاع القهوة ما راحش تفيد كثير، بل ممكن تدير لنا مشكل. فالقهوه وحدها يا اخوان، قهوه وحدها ماهيش مليحه. عندنا الناس اللي ياخذوا القهوه بالحليب، وياخذوا خبز ابيض بالزبده، وخطا يديروا له شويه عسل، ممكن بالغالب الاحيان يديروا له المعجون. خلينا نشوفوا هذه قضيه القهوه بالحليب. اولا الحليب فيه مكونات اللي ما تفيدش الإنسان كثير، فيه الكالسيوم طبعا، فيه حاجات واحد أخرى يساعد، لكن فيه هذا عناصر النمو، هذا اللي فاكتور دو كرواسونس، اللي هما يساعدوا العجل وكريف، يساعدوا العجل باش في عام واحد يدير 375 كيلو للإنسان، ما يحتاجهمش الإنسان. فممكن حليب المعزة يكون أحسن، لأن وليد المعزة جدي هذا صغير، الإنسان تقريب من هذا النمط، من هذا الحجم نتاع الأخر. حليب المعزة عناصر النمو تاعو ممكن تلائمنا أكثر من حليب تاع البقرة. لكن الحليب الآن نعرفه في بلداننا نتاع شكاير، كانوا يبسينوا داروا غبرة، ومن بعد الغبرة هذيك دارينها في خزانات كبار، ومن بعد يخرجوها كل يوم وعاودوا يديروا لها الماء. يعني الحليب الطبيعي الأصلي نتاع البقرة ما هوش هو.
وبالتالي راح التركيبة تاعو تغيرت، راح يضر الإنسان. فالإنسان إذا حب يشرب قهوة بحليب يدير القهوة بزاف ويدير شوية تاع الحليب، يعني كافي ولي ماشي لي وكافي، قهوة بالحليب ماشي حليب بالقهوة، لأن غالب الأحيان الناس يديروا الحليب بزاف وهذا خطأ ماهوش مليح صحيا. زيادة على هذا إذا خذوا معه شيء آخر راح يأخذوا تارتين دو بان، يعني بان بلون، يأخذوا الخبز الأبيض هذا ويديروا له زبدة ولا كونفيتور. الخبز الأبيض ما فيش فايدة كبيرة، يعمر الإنسان بالنشا ويعمر الإنسان بمواد اللي راح تتكون ترجع إلى سكر في جسم الإنسان. فنشوفوا الناس ياخذوا قهوة بحليب ويديروا لها السكر غالب الأحيان، ومن بعد يزيدوا الخبز الأبيض اللي هو يرجع سكر، والسكر هذا كي يرجع يدير التهابات، ويزيدوا يديروا لنا الزبدة أو الزبد اللي هي مليحة بكمية قليلة، ما يكثرش منها الإنسان لأن تعطينا بعض الدهون اللي هي مليحة لنا، لكن ما يكثرش منها لأن أشياء اللي من أصل حيواني الآن في الوقت اللي رانا عايشين فيه الإنسان لابد يقلل منها لأسباب كثيرة، الماكلة تاع الماشية والأشياء اللي تدخل في الدهون، وكل هذا المبيدات للحشرات اللي تدخل في الماكلة تاع البقر ومن بعد تدخل في الزبدة، تذوب في الزبدة، كل لهذا ما يكثرش الإنسان بالزبدة خاصة للدراري الصغار. أما المعجون أيضا، المعجون علاش الناس يديروه؟ لأنه حلو فيه السكر، فنوجد أن الخبز الأبيض يولي سكر، المعجون فيه السكر، القهوة حليب بالسكر، نوجد أن القهوة حليب مع الخبز بالزبدة والمعجون راح غالب الأحيان يعطينا نشويات ويعطينا سكريات، ما يعطيناش اللوازم اللي تساعدنا باش نعقب النهار هذاك. هذا فيما يخص كافيولي. عندنا القهوة بالحليب والقاطو ولا الحلوى، كثير من الأخوات اللي تكلمت لهم مش ياكلوا صباح قال لك ناخذ قهوة حليب والقاطو، خاصة الناس في الريف مساكن يحسبون القاطو أحسن من حاجة من الخبز تاعهم، هما الخبز تاعهم الكسرة هذيك تاع الشعير ولا يديروها بالخرطان ولا بالزرع تاعهم هذاك الأصلي، هذيك هي اللي مليحة ماشي القاطو. القاطو فيه مشاكل كثيرة، فيه أولا السكر ويديروا له مواد واحدة أخرى اللي باش تحفظه، ويديروا له يزيدوا له سكريات أخرى، عادة ماشي سكر واحد، يديروا زوج ثلاثة، ويزيدوا يديروا له ملونات، ويزيدوا يديروا له حاجات اللي تطلع الذوق، ويزيدوا 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 إلى درجة أن بعض الحلويات كما لاتارت أو فريز مثلا فيها 300 مادة كيميائية، 300 مادة كيميائية. هذه شو راح تديرنا؟ راح تدير قنبلة لداخل الجسم تاع الإنسان. كيف ممكن الإنسان يأخذ حاجات اللي راح على المدى البعيد تضره؟ وهذو الحاجات اللي يديرونا الأمراض. يا ناس فطنوا القضايا هذه، الفطور تاع الصباح ما ناكلوش بالحلوى، هذه لابد أننا نفهم. الفطور تاع الصباح بالسكر والحليب ولا كرواسان ولا الباو شوكولا ولا البريوش ولا ميلفاي نفس الشيء، كل هذه راح تعطينا دهون ماهيش مليحة، راح تعطينا سكريات كثيرة، ما تعطيناش الحاجات اللي تبني لنا الجسم تاعنا واللي تحافظ لنا على الصحة تاعنا. نفس الشيء قهوة حليب بالبغرير ويزيدي له السر، والسر هذا كيديروه تم بالسكر، سكر شوية ما يغلوه شوية ويديروه ببغرير نفس الشيء، هذا راح يديرنا التهابات في المعدة والمصران، وبعد المصران يتسع والمواد اللي مش مليحة اللي بتخرج من جسم الإنسان عندما النسيج تاع المصران يتسع راح المواد هذه تدخل في الدم تمشي في جسم الإنسان، وهي بالطريقة هذه اللي راح تديرنا أمراض واحدة أخرى، المسمن بالزبدة والمعجون نفس الشيء، تشيشة المرمز مليحة،
خاصة إذا ما كانش خديمة بزاف هذه ممكن يروح لها. العصيدة العصيدة مش عارف كيف تسمى في المغرب لكن الجزائر العصيدة الناس يديرها الإنسان مرة في الأسبوع، وخاصة إذا دارها طحن القمح نتاعو بيده واستعملها به راح تكون فيها نوع من الفائدة، لكن ما يلزمش تكون كل صباح. فلابد أننا نراعي هذه الأشياء ونشوف لماذا الفطور نتاع الصباح مهم. فطور نتاع الصباح كما راكم تشوفوا على الشاشة شغل سيارة اللي راح تدير 100 كيلومتر، السيارة اللي راح تدير 100 كيلومتر يلزم نديروا لها ليسانس، وإذا ما كانش ليسانس مليح ودرنا لها حاجة ماهيش مليحة ما تمشيش السيارة، وراح تخسر المحرك تاعها الموتور تاعها راح يخسر. فالسيارة اللي راح تدير 200 كيلومتر يلزم لها ليسانس، وليسانس هذاك هو الفطور تاع الصباح لينا. الفطور تاع الصباح لابد يكون فيه أشياء مهمة جدا. الفطور تاع الصباح هو ليسانس نتاعنا. فما هي الأشياء اللي راح تفيدنا في الصباح؟ الصباح ناخذ أشياء كثيرة اللي هي تساعدنا بان نمشوا في النهار ذاك، تقوي الجسم تاعنا، تعطينا الطاقة وتفيد الخلايا نتاعنا. منها عندنا نوع من السكريات الطبيعية، والسكريات الطبيعية حاجات اللي ناخذوها مثلا من الفواكه. الآن في الموسم هذا عندنا الدلع، ناكلوا الدلع الصباح. كاين بعض الناس يقول لك واش منين جاب لنا هذا الآخر، ونخلي القهوة ونخلي الخبز الأبيض له ورانا ناكل الدلع. نعم أخويا، هذه هي الناس خضات عادات ماهيش مليحة، لابد يصحوها. ما يحبوش يصحوها يخلصوا. شو الواحد اللي حب يشوف باللي الكاتورزيام ايطاج وحب يشوف باللي راه لو كان ينقز يموت، بصح ينقز. هذا هو، لابد ان الانسان ياخذ فواكه في الصباح لان فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها اشياء كثيره اللي راح تفيد الانسان. وتكلمنا على الفواكه وتكلمنا على الوان تاع الفواكه وكيف الالوان هذه تساعد الانسان. فالفواكه تاع الموسم الان عندنا مثلا الكرموس، التين، عندنا الدلاع، عندنا فواكه اخرى تاع الموسم مليح الانسان ياكلها في الصباح. منش نقول ما يشربش قهوه ولا قهوه بشويه حليب، لا ولد يشرب قهوه بشويه حليب ما فيش مشكل، يخلي القهوه للاخر، يبدا ياكل حبتين، حبه شويه دلاع، اشياء اخرى. عندنا عسل إذا كان ناس قدروا على العسل الحر يكون مليح. الفواكه الجافة اللي في خبيسك، الزبيب مليح، فيها مواد أخرى كما يبدو لي الزعرور، حاجات واحدة أخرى، فواكه جافة مليحة. عندنا نحتاجو من بعد السكريات نحتاجو دهون يساعدنا، زيت الزيتون، زيت الزيتون ولا زيت دارة الشمس في فرنسا، ولا زيت هذا الليسون، زيت الجوز، زيت اللوز، شويه جبن، خاصه الجبن تاع الجبل هذاك ماشي لافاشكيري، لافاشكيري سي اون فاشري كوموندي. لابد ان الانسان ياخذ جبن حي، ممكن الناس اللي يخدموه في الدار ما شاء الله، لابد الناس يتعلموا يخدموا هذه الحاجات في الدار ثان اللي حبل اللويش قالوا. هذه هي فالدهون هذه خاصة زيت الزيتون يغمس بها شوية مع شوية خبز كسرة خدموها في الدار بقمح اللي طحنوه هما يكون شيء جيد، هذا لابد منه. فشوية فاكهة، شوية زيت الزيتون مع خاصة بعض التوابل. هنا مثلا الفلسطينيين يبيعوا حاجة اسمها الزعتر أو الزعتر، فيها الزعتر، فيها ليسون، فيها أشياء أخرى، تقريبا نوع من رأس الحانوت عندنا في الجزائر والمغرب وتونس. نقدروا نأخذ شوية من هذه التوابل نديرها في طبسي في صحن فيه شوية زيت الزيتون ونأكله بالخبز، مليحة جدا وتساعد كثير على صحة المعدة.
عندنا ايضا بروتينات ناخذوها، البروتينات ناخذوها من الجبن، ناخذوها من اشياء كالحمص مثلا، نتكلموا على الحمص مثلا. هنا في بريطانيا الاتراك راك في بلادهم، وهنا الاتراك اللبنانيين عندهم الحمص يبيعوها مطحونه وفيها السمسم، فيها اشياء اخرى، وياكلوها في الصباح عفوا ياكلوها في الصباح، لان علاش؟ فيها بروتينات، والبروتينات هذه تساعدنا كثير. عندنا البروتينات تجينا من الحبوب، تجينا من زريعه دار الشمس، تجينا من زريعه الكابويا، تجينا من الجوز، من اللوز، من الزرع، الشعير، القمح، الساقل، مش عارف كيف هاي اللي عندنا احنا في بلداننا ولا لا، الشوفان كما يسموها، والخرطان عندنا. هذو قال الانسان ممكن يطحنهم، يطحن شويه زوج مغارف ويديرهم في الماكله تاع الصباح، راح يعطوا له قال المعادن، البروتينات، الفيتامينات اللي تساعده. يعني هنا في اشياء متكامله اللي راح تساعدنا. الفيتامينات هنشوفوا، المعادن تجينا من كل هذه الاشياء اللي تكلمت عليها الان، فلابد ان نراعوا هكذا. هذا الفطور تاع الصباح اللي يعطينا مشكل، فاللي يعطينا عفوا يعطينا كل اللوازم الصحيه باش نعقبوا النهار. فنعطيكم الان وصفه دارتها هذه الدكتوره كوسمين، اللي سمتها لا كريم بودويغ. لا كريم بودويغ دوك نفسروها كيفاش نعملوها، لان هذه صحيه جدا، وانا نعطيها للمرضى تاعي دائما بعد الصيام العلاجي. نبداو صباح بشيء هذه بودويغ، هذه مختصة في البيولوجيا الألمانية في الخمسينات، وكانت شافت باللي سرطانات تجي من مشاكل في الخلايا تاعنا، ودرست القضية مليح، ودارت نوع من الفطور تاع الصباح اللي راح يعطي الدسوم اللازمه للخلايا تاعنا باش ما تتسرطنش، باش تبقى لاباس بها. فالدكتوره كوسمين اخذت الوصفه نتاع الدكتوره بودويغ وكيفتها للمرضى تاعها. فهذه هي نعطيكم الان الوصفه نتاع لاكريم بودويغ. نبداو لاكريم بودويغ هذه لكل واحد نبداو ب 4 مغارف تاع قهوه، 4 مغارف تاع قهوه نتاع جبن ابيض، الجبن كما اللي يبيعوه في الجبل هذاك، يبيعوه خطا بعض الاحيان فوق اوراق نتاع التين تاع الكرموس. الجبن هذاك اللي يكون سهل، ماشي لافاش كيري بعدونا عليها، وماشي هذا الجبن اللي لابد يكون يتخلط، نقدروا نخلطه يكون شويه جاري. الاتراك عندهم، اللبنانيين عندهم، لابد نشوفوا كيف نعملوه محليا ثم اذا ماشي موجود. فنزيدوا زوج مغارف نتاع قهوه ايضا نتاع زيت زيتون، زيت اللوز، زيت الجوز اللي تكون موجوده عندكم، ماشي زيت سانغو. زيت الزيتون خاصة إذا كانت حرة، ماهيش مخلطة، ماهيش تاع الكوميرس، لابد تكون بروميير بريسيون فوا، يعني يكونوا عصروها بوسائل آلية باردة، ما سخنوهاش، كي سخنوها تتخسر. بعض الناس راح يقولوا لي وانا منين نجيب لك هذه؟ انا نعطي لكم في اللوازم، لان الاخوه اللي رم والاخوات اللي راهم يسمعوا فيها مش غير من الجزائر، مش غير من المغرب وتونس، راهم يسمعوا فيها من اوروبا ايضا، عندهم اللوازم هذه. والناس اللي راهم في الجزائر وتونس الغرب ممكن يفكروا كيفاش يجيبوا هذه اللوازم، منين يجيبوا زيت الزيتون الحره. عارفين باللي الناس اللي يعصروا الزيتون يبيعوها يخلطوها، لكن هنا وهناك كاين بعض الاماكن وين الناس راهم يبيعوا زيت الحرة، ولابد الناس تشجع وتروح تجيب هذه الزيوت، خاصة في شرق الجزائر مثلا. الشيء الثالث واش نعملوا؟ نقبضوا زيت الزيتون، هذه زوج مغارف تاع زيت الزيتون، وربع مغارف تاع قهوة، تاع جبن،
نخلطوهم حتى يتخلطوا مليح الجبن هذاك يستوعب ياخذ كاع الزيت، يعني يشرب الزيت هذيك اللي يولي الزيت ما تظهرش. من بعد هذا واش نعملوا؟ نزيدوا لكل هذا الزيت والجبن نزيدوا له أشياء أخرى. دوك نزيدوا له نص حبة تاع القارص، نص حبة ليمون أو الحامض كما يسموه في المغرب، نص حبة نتاع سيترون نتاع، هذه نزيدوها للخليط نتاع الجبن مع زيت الزيتون ولا زيت دارة الشمس ولا زيت الكابويا ولا أي زيت تكون عندنا موجودة طبيعية. من بعد هذا نزيدو نقبضو حبة موز، حبة بنان تكون طايبة مليح، ونخلطوها مع كل هذا، نخلطوها مليح مع الخليط اللي عملناه مقبل. نزيدو لها يا إما حبة بنان يا إما زوج مغارف نتاع عسل يكون طبيعي بقدر المستطاع، و يا إما الموز يا إما العسل ماهوش بين اثنين. ومن بعد ثم نكونوا طحنا أيضا مقدار زوج مغارف تاع قهوة نتاع شعير ولا قمح ولا خرطان مليح بزاف، كل هذا مليح نزيدو نخلطوه مع، نكونوا غير ما طحناهم مليح نخلطوهم مع هاد الوصفة. ومن بعد نشوفوا ثم نزيدوا لها زوج مغارف نتاع جوز نتاع لوز، خليط من هذو نتاع ليسون نتاع السمسم، نقدروا نعملوا خليط من كل هذو ونديروا زوج مغارف، نطحنوا ونديروا زوج مغارف برك، ماشي زوج مغارف من كل واحد، الخليط تاع هادو كلهم نديروا زوج مغارف تاع قهوه. هذه هي لا كريم بودويك. واش نزيدوا لها في الاخير؟ نزيدوا لها بعض الفواكه تاع الموسم، اذا كانت الفريزه ولا الفراوله، اذا كان شويه تين نقطعوها صغيره هكذاك، تين يابسه ولا تين خضراء، فتعطينا هذا الفطور تاع الصباح اللي هو مهم جدا. وهذا الدكتورة كوسمين هذه تعالج في سرطانات وتصلب اللويحي والروماتيزم، لابولياتريت روماتويد، لابولياتريت هذا الروماتيزم المزمن 50 سنة، وهي تعالج في الأمراض هذو بتعديل الأكل، وفي أول ما تمد هذا لاكريم بودويك، هذه هي اللي تعطيها للناس لأن فيها كل المكونات اللي رايحة تخلي الإنسان يبني الجسم تاعه ويعطي له كل اللوازم اللي يسحقها في النهار هذاك. فهذه الدكتورة كوسمين تقول بأنها في السن الستينات طلعت في جبل ليزالب في فرنسا مع بعض الشباب، مشيت تاع 6 سوايع، تقول وصلت للجبل فوق ماهيش تعبانه بزاف، والاخرين اللي كانوا معاها شباب كانوا تعبانين. لابد انكم تقراوا الكتابين تاع هذا الدكتور كوسمين، كاترين كوسمين، اللي هو سوايي بيان دون فوتر اسييت جوسكا 80 زون اي بلوس، اللي هو الكتاب الاول كتبته في الثمانينات، والثاني سوفي فوتر كور. هذو كتابين محوريين في تعديل الاكل تاعنا، وباش نفطنوا الى ان هاد لا سكليروز ان بلاك اللي كانت عالجها وعالجتها بقوه، والسرطان اللي عالجته ايضا، والتصلب اللويحي طبعا هي لا سكليروز ان بلاك، والبولي ارتريت هذو عالجتهم بقوه. حتى لا سكليروز ان بلاك عملت عليها كتاب سماته لا سكليروز ان بلاك غيريسابل. توفات هذه في منتصف التسعينات، لكن خلات ميراث قوي صحي، وهذه كانوا كثير من الأطباء اللي يعملوا بالكيميائيات والأدوية كانوا ينقذوها، لكن
عالجت أمراض الأطباء ما يعالجوهاش. ف لا كريم بودويك هذه تقدروا تدخلوها في الأكل تاعكم في الصباح، تخدموها في الدار. الآن ممكن تتباع في علب هكذا هنا في أوروبا، لكن ما تروحوش لهذيك، خدموها أنتم في بيتكم حية. وعندما تبدأوا تأكلوا في هذه يوميا بعد يوم، طبعا راح تبدلكم العادات تاعكم شوية، لكن شوفوا الصحة تاعكم كيف تصير. هذا هو دونك الإنسان، هذه هي اللوازم اللي الإنسان يعطيها لكم باش الإنسان يبدأ يغير في مشاكل تاع الصحة تاعه. بالطريقة هذه الجسم تاعنا يحتاج المعادن، نعطوله المعادن. يحتاج بعض السكريات الطبيعية، نعطوله السكريات الطبيعية. يحتاج فيتامينات، نعطوله فيتامينات طبيعية وحية. يحتاج دهون، نعطوله دهون حية. هذا لاكريم بودويك تشتمل على كل هذا. Elle est composée de tout de ce dont je viens de parler. Les vitamines, les minéraux, les lipides, les glucides, les protéines, protéinates. هذه حاجة ما تبالكمش كبيرة، لكن هذه في الصباح تخلي الإنسان شيئا فشيئا يعقب النهار تاعه بدون مشاكل، ويشوف إذا زاد مع هذه شوية صيام علاجي، يشوف بعد أسبوعين. أنا نضمن لكم اللي بعد أسبوعين الإنسان يتغير تغير جذري. علاش؟ لأنه يبعد على المعجون اللي فيه السكريات، يبعد على الخبز الأبيض لأنه فيه سكريات كثيرة ومش مليحة، يبعد على القهوة بالحليب لأنه فيها يشرب القهوة ماشي مشكل، يبعد على الحليب بزاف، يبعد على الجبون هذيك تاع اللي نوجدوها في السوق اللي غالب الأحيان فيها كثير من الأشياء اللي ما تفيدناش ولا اللي تسوءنا. فبهذه الطريقة الإنسان يقدر يقوي الصحة تاعه ونتاع أولاده. هذه الوصفة اللي عطيتها هذه لإنسان واحد. إذا كانت ربة البيت تحب تعملها لكل العائلة وتكلف أولادها من الصغار على أشياء من هذا النوع، لابد تراعي كل على حساب الناس تزيد في الوصفة هذه. إذا كان زوج أربع مغارف نتاع جبن، مغارف تاع قهوة نتاع جبن، أو زوج مغارف كبار نتاع جبن، تولي ضعف هذا ضعفين، والمواد الأخرى كيف كيف. فهذه الوصفة رايحة تخلي الناس يصححوا بزاف. وأنا قلت لكم هذا الشيء اللي نعطيه بالدرجة الأولى للأمراض نتاع المرضى نتاعي عندما نعقبهم في المرحلة الأولى نتاع التطهير وتاع الصيام العلاجي. بعد ندخل في البداية تعديل الأكل بالطريقة هذه وأشياء أخرى، لكن هذا صباحا يا إخوان ركزوا عليه. فالآن ممكن تبدأوا سألوني على الحصة. يعني عارف اللي الناس راهم كانوا يستناو بيسألوني على الأمراض تاعهم وما كانوش يسمحوا للحصة، لكن نشوفوا الآن كيف راح تكون الأسئلة. فلماذا نتكلم على كل هذه المواد؟ أولا قلنا لكم لأن به الناس يحبسوا، ما يبقاوش يأكلوا دائما بركوكس الخبز، البركوكس بالخبز. ما قلناش ما يأكلوش البركوكس وما يأكلوش الخبز، من كاين الناس اللي كثروا منهم، لكن شفت أنا ظاهرة عند الشباب يأكلوا البركوكس بالخبز، يعني نشويات زايد نشويات. الفيتامينات ما كاش، البروتينات ما كاش، السكريات الطبيعية ما كاش، المواد الدهنية الطبيعية ما كاش. كيف الجسم تاعهم راح يتبنى؟ كيف راح الصحة تاعهم تبقى؟ ولهذا نشوفوا بعض الإخوة هنا في بريطانيا نشوفوا فيهم ربعينات عندهم مرض السكر، 35 مسكينة طفلة، مرأة صغيرة بولد وسنة عندها مرض سرطان الثدي، وزيد على هذه كل الأمراض الأخرى اللي الناس رم عندهم الكولون وكذا وكذا. فالمواد هذه لابد أننا في الماكلة تاعنا نعطي
أولوية لهذا النوع من لاكريم بودوي كي قلتها لكم تأكلها بالطريقة هذه، ولا المواد اللي فيها تأكلها بصفة مختلفة ما يهمش السألوني نتكلموا عليها. فالأولوية لهذا وللفواكه وللخضر الحية. ونبدأ في الأسئلة هنا. عدنا الأخت فريدة من بومرداس، السلام عليكم. الأخت فريدة من بومرداس. الأخت فريدة من بومرداس. تفضلي أختي. أنا راني نسمع دائما تقريبا الحصة تاعكم، بارك الله فيكم، الله يسلمك، تقدمونا النصائح وكامل. وسمعت أيضا الحصة تاع الآن تاع فطور الصباح. نعم. وإن شاء الله نستفادوا منها. ولكن حبيت نسألك، عندي أخت يعني تعطيني نصائح، أخت عندها 69 سنة، وأيضا هي مريضة. وش بيها؟ وش المرض تاعها؟ مرض اللي كانت صغيرة أخذتها الحمى وكامل، ولات أونديكابي دوكا، راهي في الفوتي رولون. أيوة. وعندها أمراض كثيرة يعني السكر، العقود، كانوا ما عندهاش، ومن بعد مع بالطول قعدت كامل عاد على بالك ثم ما تقدرش تمشي وكامل، زادوا لها الأمراض دوكا السكر، العقود. خلاص يعني فهمتك فهمتك. الحالة نتاع نتاع أختك هذه كيما الحالة نتاع الإنسان هذا اللي تكلمت لكم عليه اللي بعث لي على جده، ما تكلم لي على جده عندها المرض الفلاني والفلاني والفلاني الفلاني. في اخر المطاف انا واش نقدر ندير لكم هنا؟ لا اسمح لي دكتور. نعم. تعطيني نصائح باسكو هي الحوايج اللي راهم فيها بزاف، حبيت ندير هذا العلاج علاجي، ولكن كي راهي تشرب هذه الدواوات كيفاش تقدر تحبس باش هذا هذا اختي هذا المشكل هنا وين تجي المسؤوليه نتاعي انايا. ما نقدرش انا نعطيك نصايح كبيره للاخت هذه بكل الامراض هذه والادويه تاعها ما نعرفهمش، وما نعرفش كيفاه تاكل يوميا، وما نعرفش من وقتها هي مريضه. يعني كثير من التساؤلات اللي هذه تاتي في العياده عندما يجي الانسان يريح معايا ساعه ونص، كي نسالوه نقدر نعرف واش نبدا نعطي له، واش من الدواء نبدا نقص له، واش من الدواء نخلي له ورايح. هذا هو المشكل اختي. فانت واش تقدري تبداي؟ ابداي. اسمح لي، هو هي اللي راه مزعجه بزاف او عندها الماء، الماء في شوفي اختي ما ما ما, ما, ما تكثريش. عندي مازال عندي واحد اللي راهم قدامي في الشاشه، عندي خمسه من الناس راهم يستناو من بعدك. دونك هذا الاخت ابداي لها بالاشياء الطبيعيه، ابداي كما قلت في الحصه هذه، ابدأي بأشياء سهلة في الصباح، شوية زيت الزيتون بخبز تاع الشعير، زيت الزيتون ديري لها فيه شوية ليمون مثلا قليلا هكذاك، ابدأي غير بالعقل، ما تعطي لهاش السكر بزاف، نحي لها إذا كانت لا هي راهي دير ريجيم تاع السكر وكامل. اسمح لي دكتور برك على الماء هذا اللي يجيها في الجنة. ما نقدرش نقول لك اختي من هنا، هذا شوفي الطبيب تاعها اللي أعطى لها الدواء، مانيش عارف شحال من دواء عندها، هو اللي يقدر يقول لك في 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 غوزال تشرب، وكي تشرب تولي تخرج بزاف، وهي خلاص شوفي هذا الطبيب اللي عطى لها الدواء هذا هو اللي يعرف الاعراض تاعه، هو اللي ممكن يعالج اختي. بارك الله فيك، ما نقدرش نزيد معك لان عندي كثير من الاخوه والاخوات اللي راهم يستناو. عندنا الحاج من تيزي وزوز. سي الحاج السلام عليكم. سي الحاج سي الحاج طفي التلفزيون، هاني نسمعنا في نسمع في صوتي في التلفزيون تاعك. هاوليك سي الحاج طفي التلفزيون. خلاص طفي التلفزيون. خلاص خلاص وليدي خلاص. تفضل خويا. السلام عليكم الطبيب. وعليكم السلام ورحمة الله، نسمع فيك تفضل. الحمد لله. ولا انا كنت نسمع لك دائما، دروك الحصه تاع اليوم ما فهمتش بزاف حوايج في الماكله هذيك تاع الصباح. ايه معليش يعني من بعد نتصل بك. صح المهم جيت لي شارجي لي 15 باج هذوك اللي كانوا عندك
نوتريسيون دو سونتي ديجيستيف تو سا، وراني ناكل دروك، راني ناكل الكركما كل ماتان، وراني ناكل طعام تاع الشعير. ايوا تاع الشعير افيك كلكو باسكو عندي سكور كلكو كاتو يسميوها القاعده افيك دو بلي طوندر موان 45% دو سكر. ايوا الوغ الكاتو لي كاتو هادو ولا كيما قلت الفارينه الخبز هذا هذا الى بري لي كونجي هذا راح الله يسهل عليك. بارك الله. من وقت وانت تاكل هكذا؟ بتاتر يا 15 جور بليس. ايوا وهل شفت تحسن في الصحه تاعك ولا؟ شفت الحمد لله، ولكن هضرت معك يا عند واحد شهرين ولا قلت لك عندي قلت لي لصقي لك خليت النيميرو تليفون تما درت لوبيراسيون تاع البروستات وكي خرج داويت على كل حال تروز جور ابري درت لو تروزيام جور جي في اونكور تروز اوبيراسيون باسكو كان عندي لي بونطراسيون. وي ومن بعد خرجوني من الصندوق راني نمشي بلي بوشيت وكي جيت للدار خرجت من السبيطار جيت للدار كان جور ابري خرج لي لي فونتراسيون قول لي الطبيب قال لي هذا ما يساعد قال لي هذا ما يهمنيش انايا قال لي يهمني لتحت باسكو عندي لا مالادي دي كرون دوك على حسب الطبيب لا مالادي دي كرون ديالي عطى لي دوا عطى لي دوا برسك اون اني ولات من بعد اللي قال لك انا لي تسيري ولا دروك تيو من لتحت عقبت قال لي فوالا مسير قالت لي الطبيبه هذيك راه تونيل مانتنون تي بو روبارتي بور لو ريتيبلاسمون عطات لي لو كونت روندي دو لا راديو ولكن ما وليتش ما وليتش باسكو دروك انا قلت كش ما كاين بور لي فونتراسيون باش يروح انا قلت لهم ديروا لي لي بلاك قالوا لي ما نجموش نديروا لي بلاك حتى يولي لو كرون تيست تاع البلاستو من بعد نشوف انا نقول لك صح ولا غير خفت اخويا شوف اولا بديت تعدل في الاكل تاعك مليح هذه حاجه مليحه وي. ثانيا قضيه ما هوش يضرني ولا سي با نيرمي ولا لي فونتراسيون سي با نيرمي وي بون اون ايفونتراسيون سافو دير كو تفدق كيما يقولوا عندنا نفتح وي ايه بون هذه بون لازم تروح تشوف طبيب هو اللي يقدر يشوفك فيعاود يسقم لك هذه احنا هنا في بريطانيا يعملوها اذا كان الانسان يقولوا بعج عندنا بعج نفتح له يروح ويديروا له يخيطوه له يديروا له يعني غلاف داخلي هكذاك ويخيطوه له هذه دوك اذا الطبيب قال لك ما يقدرش يديروا مانيش عارف علاش ما نكذبش عليك ما وليتش لعندهم السبيطار يا خويا شوف انت في عندما تجي قضايا جراحه وقضايا جرح ما براش ولا احسن تروح للطبيب تاعك وتواظب معاه لان تعديل الاكل من البعيد هكذا وكاع يساعد على كثير من الاشياء مي هذه اشياء انيه كيما واحد مسكين تجيه الاخر يجي اكسيدون ونجرح جرح كبير قاعديك لابد يروح المستشفى تمثم ويعالجوه فانت يا حاول تبع النصائح هذه اللي رانا نعطوهم هنايا واذا حبيت ما شاء الله الله لا ما شاء الله اخويا بارك الله فيك لكن حتى لا مالادي دو كرون وكايتيك ممكن تتحسن اذا ما تعالجش بعض الناس عالجوها تتحسن كثير بقضايا صغيره جدا كما مثلا صيام علاجي لمده ايام 40 5 ايام منش عارف السن تاعك شحال لكن تتحسن بقضيه الماء والليمون شوف نقول لك حاجه يا طبيب بصح ما نجمش نقولها لك انا خفت الناس ما يعرفوهاش مليح وخفت باسكو عندها لي كومبليكاسيون وي سمعتها قبيله بصح انا نقول لك واسمها برك ما نقولكش لي من لو كان تكون بيناتنا نقول لك لي من راني خفت يسمعوا الناس لا كول فيك وي اسكو تعرف هذه النوار هذه لا كول فيك مانيش عارف واش عبي تقول ممكن شوف خويا خلاص ايا خلي الرقم تاعك ونعيط لك من بعد ونشوفوا القضيه نتاعك هكذا خويا نعقبوا الناس اخرين خلي الرقم تاعك عندنا الاخ رابح من البيره السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا بك شكرا
بشكرك طبيب على النصائح بتاعك. نعم بشكرك على النصائح بتاعك اللي تعطينا. انا الو وي الو الو انا عندي في شويه وجعني من الشمس. ايوه عندي واحد 15 يوم كنت خدمت برا وبعد كمية شوية راقبي الشمس هذاك الأرض. إيه وشفت طبيب ولا ما شفتش؟ أنا شفت أنا لاتونسيون عندي لاتونسيون بصح لاتونسيون راه مليحة توجور تاع 11 12. وي وعلاش ما شفتش طبيب؟ يبدو أن السيرة بحمد بيرة فقدناه. عندنا الاخ كامل من فرنسا او كمال. الو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا صافي بليزيغ اني نتبع ليميسيون تاعك بوغ انفورماسيون كاع لي زيميسيون تاعك سون انريجستري سور ديسك دور. ما شاء الله. اي صافي دو جون جي شونجي لاليمونتاسيون. بور لو بتي ديني الصباح انا دائما ندير لو بان كومبلي نقبض ان بول ندير فيه الويل دوليف بيو وبلوس دو ميال. Où je prends du thé légèrement sucré avec du sucre de canne bio. Oui. Est-ce qu'il faut éviter le sucre même de canne et le miel? Est-ce qu'ils font partie des sucres? Est-ce que l'idéal il faut les éviter ou est-ce que le miel et le sucre de canne quand même ça ils ont pas d'incidence sur le petit déjeuner quoi je veux dire. Mais c'est-à-dire que vous êtes en train de doubler les sucres là. Non, je veux dire le thé هذاك ندير légèrement sucré, شويه مغرف كويره كافي تاع sucre de canne, وبصح ندير le pain complet avec de l'huile d'olive, ونقطص فيه ندير شويه عسل. Oui. Bio. Oui. Voilà ce que je prends le matin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'accord. Depuis quand vous prenez ça? Ah, ça, je prends depuis des années. Hein. Et c'est de façon préventive ou bien pour soigner quelque chose? Non, c'est parce que pour l'alimentation. Pour changer d'alimentation. Et à la place du lait, le café au lait, je prends du thé. Et puis. C'est du thé vert. À titre préventif, oui. Oui, c'est du thé vert. Du thé vert, oui, de la menthe. Ou on a de l'huile d'olive et un peu une cuillère de miel. D'accord. Et du pain complet. Non, parce que je mange. D'accord. Donc, mais seulement le thé, je mettrais une légèrement sucré, une cuillère à soupe de sucre de canne bio, ce que vous avez dit. Hein, vous dites bien une cuillère à soupe. Non, une demi-cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe, c'est-à-dire une cuillère à café, quoi. Deux cuillères à café. D'accord. Mais bon, ça fait longtemps que vous prenez ça. Votre poids, comment qu'il est? Non, le poids, Rani, le sujet thérapeutique, le poids de taille, il a descendu de 4 kilos. Il a baissé de 4 kilos? Oui, je viens de finir il y a 2 jours, j'ai fini 4 jours. Le mois de juillet, juin-juillet, j'ai fait 4 jours de jeûne. Thérapeutique? Oui, Rabayem. Oui. Espacé entre les deux, je mets 15 jours, quoi, 15 jours. Oui. Et j'ai constaté le poids, il a diminué de 4 kilos. D'accord. Mais est-ce qu'en général, votre poids est normal ou bien est-ce qu'il est... Non, il est normal. Le poids terrain, je fais du 88 kilos. Maintenant, je fais 84. Et votre taille, c'est quoi? 1m75. Oui, 84, c'est un peu... Vous êtes sur le côté beaucoup trop supérieur, vous êtes un peu dans le surpoids. Ouais, mais bon, légèrement, mais je ne suis pas dans le... Oui. Bon, vous avez beaucoup d'énergie? Non, alhamdoulilah, moi alhamdoulilah, la question, c'est qu'il faut éviter carrément le sucre de canne et le miel, voilà ce que je veux dire. Non, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir quelque chose d'équilibré. Si vous prenez du miel le matin... essayez de sucrer de moins en moins. C'est-à-dire que pour éviter le sucre, on essaie de diminuer petit à petit la dose. On arrive à un point où on prend du thé sans sucre et on le trouve sucré. Vous voyez? Je me souviens
Moi, quand j'étais à Alger dans les années, début des années 70, j'étais à l'université, on nous donnait du pamplemousse avec beaucoup de sucre dessus. Et puis à un moment donné, je trouvais que c'était trop. J'ai commencé à enlever le sucre, et après une dizaine de jours, puisque je mangeais là-bas tous les jours, au réfectoire de l'université, j'ai vu que, en enlevant complètement le sucre, le pamplemousse était bien sucré, tout seul. Donc les papilles gustatives vont s'adapter au manque graduel de sucre, jusqu'à trouver que le thé sans sucre est normal. Donc essayez de faire ça, comme ça vous pouvez avoir votre miel avec l'huile d'olive, vous pouvez même ajouter... Vous avez dit dans les anciennes émissions qu'on peut sucrer avec du miel, donc moi j'ai retenu ça. Oui, vous sucrez avec du miel, mais là vous me dites que vous avez du sucre de canne dans le thé et le miel dans l'assiette. Oui, bon, le... non, ça dépend. Donc voilà, si vous sucrez... Oui, ben, cette histoire de sucré, c'est un grand problème pour nous, surtout au Maghreb. Les gens, quand un petit gosse, on l'aime, on lui donne du sucre. C'est problématique. C'est que nous, dans la vie de tous les jours, on a peut-être un peu de sucre le matin, mais il y a du sucre partout dans la nourriture dont on le... Vous avez dit qu'il faut éviter les trois blancs, donc le sucre de canne, c'est pas du blanc. Hein. Non, non, oui, d'accord. D'accord, mais disons, ce que je veux dire, que le sucre de canne brut, il n'y a pas de problème, il est bon. Moi, je connais un Mauricien, un ami mauricien ici, il m'a dit qu'ils ont grandi avec le sucre de canne à l'île Maurice. Il est maigre comme un clou et il est en très bonne santé, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand les pesticides, les engrais chimiques arrivent et en plus de ça, dans la nourriture quotidienne, نقدر نتكلم بالعربيه سي نتكلم على الشتوي وي فوالا الاخوه يسمعوا في الجزائر المشكل تاع السكر الخام نتاع لا كان سوك ما هو اذا كان خام مليح يا با دو بروبليم في قضيه التوازن المشكل برك ان في الماكله تاعنا تاع النهار راح يكون سكريات راح يكون ما نشعف الناس اللي ياكلوا برا الماكله تاع ما نذكرش الاسماء تاع الشركات اللي ياكلوا يديروا السكر في القضايا هذه باه الناس تاكل اكثر فيه بعض الاكل اللي فيها السكر متخبي يا دو سكر كي انفوي دون لا نوريتور كوتيديان اي دونك Plus dans la nourriture moderne, moins on consomme de sucre, mieux c'est. Ah, d'accord. Est-ce que dans le thé, je peux éviter le sucre de canne et je mettrai un peu de miel? Est-ce que ça peut aller, non? Écoutez, essayez de ne pas trop doubler. Si vous faites une demi-cuillerée ou une cuillerée à café de sucre de canne, faites une cuillerée à café de miel dans votre petit déjeuner. Une autre question, est-ce que le gène thérapeutique, qu'il y a une limite, on peut le répéter dans combien de temps chaque mois ou moi je l'ai fait, 3-4 jours, hein, 4 jours le mois de juin, 15 jours après 4 jours, et là je viens de finir 4 jours. Vous êtes mieux placé pour savoir combien vous pouvez. Dans le temps, par les temps qui courent, dans la vie de cette l'Asriya, قد ما نصومو قد ما أحسن. إذا قدرنا نصومو يومين في الاسبوع مليح اذا قدرنا نصوموا اربعه احسن دونك نتايا انا جدون تيمونياج نقول لك بلي يا ان ديفيرونس كون ميم الله يبارك الله سي كامل بارك الله فيك عندي مكالمات اخرى اسمح لي نمشي لمكالمات اخرى كمل بالطريقه هذه راك في الطريق الصواب عندك غير حاول تشوف كيف تنقص السكريات الى أقل شيء ممكن. الأخ سمير من بجاية، السلام عليكم. الأخ سمير. وي دكتور تسمع فيا. أهلا بك نسمع فيك تفضل. حبيت نسقسيك برك يا دكتور. نعم. عندي ما عندها كيست في القوة تاعها. أن كيست في القوة. وي. عنده واحد 9 سنتيمتر هكذاك ومن بعد لوبيراسيون واقيلا ما قدروش ينحيوها ولا ما على باليش اش كاين كاش حاجه ولا هكذا باش شربها ولا باش يروح ولا قلت لي ان كيس في البومون سي سا؟ في الفوا اه وي داكور
وي سا بون هذا خويا سا الحاجة الأولى ممكن شحال شحال في عمرها الأم؟ 55 elle peut faire des jeûnes تقدر تعمل ان جون ثيرابوتيك تاع خمس ايام طبعا تكون في الدار تحاول بالماء والليمون فقط وتحاول تبدل الاكل تاعها في الصباح مثلا تقدر تاكل هذا البتي ديجوني لا كريم بودويك اللي قلت لكم عليها تعطي لها القوه هذه نقول هذا من بعد الخمس ايام نتاع الصيام العلاجي من جهه تزيد تقدر تدير دي كاتابلازم تعرف الكاتابلازم يعني اللبخه اللبخه نتاع تاع البصل على المكان هذاك البصل يتقطع شويه ويسخن يسخن مليح وديروا على المكان هذاك تخليه ساعه ساعتين هكذاك كل يوم فوالا ممكن ممكن يساعد يساعدها في القضيه هذه ما عدا هذا العنايه الاخرى تبعد على كل ما هو فيه السكر كل ما هو خبز ابيض كل ما هو ملح بزاف خاصه الابيض تبعد عليهم تنظم الاكل تاعها وعندنا الوصفه تاعنا هذيك ممكن تلقاها في الانترنت استراتيجي ديجستيف استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف اي جينيرال استراتيجية الصحة الهضمية والعامة موجودة في الانترنت توجدوها يعني عارف موجودة ممكن فيه واحد الموقع سيت انترنت اللي يقول لكم حبطوها وتعملوا اشتراك عنده ولا حاجة من هذاك راح نصفيه فيما بعد ان شاء الله باش ينحي القضية هذه خطر ما عندوش الحق يعمل هكذا فممكن تعدل الاكل هذا وتدير اللبخة هذه بالبصل وان شاء الله ربي يدير فيها طريق هكذا خويا بارك الله فيك سي سمير عندنا سي عبد الوهاب مسكيك ده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا بك خويا الحكيم اهلا اهلا مرحبا اهلا بك خويا اهلا اهلا احنا نتابعوا في الحصه معك الحكيم راني سجلت اليوم الوصفه تاع لا كريم بودويك هذه نعم وراني صايم الان عندي باليوم 6 ايام وانا بالصيام العلاجي هذا اللي حكيت عليه هذا غير ما وقار الله يبارك وراني احمد الله واشكره راني في صحه جيده كان عندك مشكل مقبل ولا عندي مشكل تاع عندي السكر وعندي لا طونسيون ايوه ومؤخرا زاد ولا عندي الكوليسترول اي والله يعني هذا الدواء اللي قاعد نشرب فيه والسكر وعندي حوالي 10 سنوات وانا نشرب السكر هذا الدواء تاع السكر هذا اي والله ودركا كي بديت الصيام عندي كم باليوم راني ما استعملتش الدواء خلاص بتاتا الله يبارك هي ودركا كي نقيس فيه الصباح راهو نلقاه يعني عادي الصباح نلقاه 0.94 0.78 0.72 0.80 الصبحه هذه لقيته 0.93 الله يبارك وهذا الصباح ومن بعد على حوالي في العشره تاع الصباح زدت قسته اليوم لقيته جرام فاصل 82 يعني بدا بلا ما ناكل الحكيم بس هو قاعد نشوف فيه صح انا اي ممكن هنالك عوامل واحده اخرى ما ممكن انت واش كليت اليوم الصباح ما كليت والو قلت لك اني صيام علاجي ما كليت والو غير ماء وقارص ما زلت في الصيام العلاجي هاني كاع الصيام العلاجي درك الان انا ما زلت راني نهضر معك درك وانا في الصيام العلاجي ما زلت ما توقفتش عندي 6 ايام الله يبارك والان راني صايم الان راني صايم انا مستعمل ما زلت ما توقفتش وراح نسالك أو راح نسألك أسكن أنا نواصل الصيام هذا ولا نتوقف عندي باليوم 6 أيام أي والله شوف خويا وراني لاباس راني في صحة جيدة وراني نخدم هكا بعض الأعمال يعني عادي أيوة يعني نقدر راح نسألك أنا كيفاش اليوم برك طلع لي برك على 10 ولا جرام فاصل 82 بلا أكل يعني السكر طلع لك اليوم هي اليوم على 10 يعني الصباح عادي لكن على 10 طلع جرام فاصل 82 ايوه ممكن تريح حتى الغدوة عاود خذوا غدوة وشوف الى شوف الى يبقى طالع ولا يولي ينزل هناك بعض الحين ممكن ما خديتوش مليح ممكن الالم مشاتش مليح ممكن
هنالك عوامل كثيرة. أما أنت بصفة عامة التحسن كان موجود. التحسن راه موجود والحمد لله، يعني هو ذكري. الكوليسترول كيفاش؟ الكوليسترول تاعي شوف نعطيك ليها حسن، الهيموغلوبين لقيتها المرة اللي فاتت 12.8 يعني واحد أيوة. من الدواء، والهيماتوكريت لقيت 37.6، والكوليسترول الكوليسترول تيلي جرام فاصل 43. ايوا هذا هو كيفاه لقيته المره اللي فاتت. ودركا راني يعني نواصل الصيام هذا الصحي ولا نتوقف؟ لا الصيام الصحي المفروض ما يطلعلكش السكر، هذه وحده مانيش عارف واش صار، لكن واش نقول لك كلمنا الاسبوع القادم كمل شوف شحال تقدر تصوم. شحال في عمرك السي عبد الوهاب؟ في عمري 56 سنه. الله يبارك، مازلت صغير تقدر تواصل. شوف اذا قدرت تواصل الصيام واصل. يعني عادي ما تصراش يعني مضاعفات الحكيمه؟ ما نظنش تكون في مضاعفات، غير اذا حسيت بشيء نتايا، اذا حسيت شيء دوخه كبيره ولا حسيت القوه تاعك بدات تروح ولا الاخر وقف. كما قلت انت طبيب نفسك، شوف الى اي مدى تقدر تروح مع الصيام هذا. نقدر نواصل حتى ممكن 8 ايام 9 ايام نورمال عادي تقدر. هما كاين ناس سي عبد الوهاب، ناس هنا في امريكا في امريكا مثلا ناس عندهم 80 واكثر من 80 وصوموهم حتى ال 45 يوم، طبعا هذا كان تحت رعايه طبيه، 45 يوم غير بالماء وما يديروا الماء برك. فانت تشوف طالما ما تحسش بتعب، ما تحبش ما تشوفش عندك اعراض اللي ممكن تكون مخيفه، كمل. ايه معليش هذا مكان هذا مكان. واذا شفت روحك بديت تفشل وبعد ولا الجوع قوي جدا وقعيتك، ثم ولي ارجع للاكل غير بالعقل، ابدا شربه خفيفه نتاع خضر غير خفيفه هكذاك في النهار الاول هكذاك غير بها، ومن بعد ولي تاكل مثلا هذا الفطور تاع الصباح اللي دليتكم عليه اليوم. هكذا بالعقل. الوصفه هذيك الحكيم لقاو غير المشكل في الواحد، الجبن الابيض هذاك ما نعرفوش نستعمل الجواز ما كانش هذاك عندنا مشكل فيه. خلاص انا عارف اللي في الجزائر عندنا مشكل مع القضيه هذه. في عاده في الريف كاين الناس بعض الفلاحين اللي عندهم اراضي صغيره ولا يعملوا الجبن تاع المعزه ولا تاع البقره، ولا كاين الناس اللي يعملوا، ممكن تشوف محليا ثم. ايه ان شاء الله. هذه من جهه اخرى ممكن تحاول تستغنى على الجبن، وخلط الزيت مع حبه تاع الموز، ذوبها في حبه تاع الموز مؤقتا. لكن ان شاء الله نشوف كيف نحلوا المشكل هذا، خاصه في بلداننا اكيد ان قضيه الجبن الابيض الصغير هذا اللي يكون لين ما فيش دسم بزاف صح مشكلة، لكن تقدر تستعمل كل اللوازم الأخرى وزيت الزيتون تقدر تستعملها بخبز تاع الشعير مثلا. صحيح هذا هو. وكلمنا الأسبوع القادم إن شاء الله، وأعطينا رأيك في القضايا اللي راهي صارت، أعطينا معلومات على واش يصير من هذاك الوقت. سي عبد الوهاب بارك الله فيك. عندنا الاخ رابح من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. صحيح بارك الله فيك طبيب. اهلا بك خويا. الله تفرحت، فرحتنا كي نشوفك نفرحتك دائما نتبعك. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. انا نعطيك واحد النصيحه صغيره برك. تفضل خويا. على البواسر، على البواسر كاين الناس نسمعهم في التليفون في التلفزيون يهضروا على البواسر. نعم. ايه هي حاجه خفيفه يعني بسيطه جدا. ايوه هي ثومه، في ثومه تقشرها بنحل هذاك الكولاتير وتقسمها، وحاشا الانسان يديرها في اللور في كي شغل سيبوزيتوار، دخلها في المخرج يعني.
يا تبارك الله وفيك. ايوا يدير هكا شغل سيبوزيتوار ولازم يصبر، هي تحرق تحرق بزاف الا كان عنده الباس راه يتحرق. صح تقدر 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 ديرها في شويه زيت الزيتون قبل ما تدخلها في جسمك. لا لا زيت الزيتون والو، ديرها هكذاك صافيه باش تكون قويه. لا لا هي راح تكون قويه لداخل. زيت الزيتون باش تخفف من الحريق برك، لكن المفعول تاعها لداخل راح يكون لاباس به. اكزاكت اي يعطيك صحه تبارك الله فيك. الله يسلمك. هي لازم نخدمها ثلاث ايام، النهار الاول تحرق بزاف، النهار الاول تحرق بزاف. نعم ايه نهار الاول تحرق بزاف، ومن بعد ثلاث ايام، نهار ثلاث ايام يبرع الانسان يبرع. الله يبارك. هم المشاهدين تاعنا عنده قيمه راه كيما نقولوا واحد 10 سنتيم تاع ما تسوى والو، الانسان يبرع طول. الله يبارك الله يبارك. احنا كنا تكلمنا على على البواسير قبل سنتين او ثلاثه هكذا، لكن هذا خبر مليح. مانيش عارف اذا تكلمت لهم على الثوم في ذلك الوقت ولا، لكن لا ما تكلمش، كنت نتبع ما تكلمش. ما تكلمت انا على المر واصبر. وي انا كنت نتبع فيه، كنت نتبع بزاف، ولكن ما ايوه انا كنت تكلمت على المر وصبر، يعني بما اننا الاخ رابح من فرنسا تكلمنا على البواسر وادخال في المخرج حبه ثوم مقسومه على اثنين، يقول انها تحرق في الايام الاولى واليوم الاول، ومن بعد بالاقل الانسان يعملها ثلاث ايام تعالج البواسر. كاين وصفه اخرى يعملوها في بعض النواحي في الجزائر ومفيده جدا، هي يكسروا شويه المر والصبر، هذا الماده اللي تتباع عندنا في الاسواق، المر او المر والصبر، ويدقوها شويه ويغلفوها بشويه تمر، هكذا يعملوها في الجزائر. وايضا يعملوا منها شغل سيبوزيتوار، يدخلوها في المخرج نتاعهم، و بالطريقه هذه بعد اسبوع ولا الناس تقول بأن البواسير تذهب. فالأخ رابح أعطانا قضية الثوم جيد جدا، لكن المر والصبر ثان فيه فايدة كبيرة في هذا الميدان. وبهذه المكالمة الأخيرة ننهي هذه الحصة، الوقت دهمنا، وإن شاء الله راكم استفدتوا من هذه قضية الفطور تاع الصبح اللي هو مهم جدا ولابد نراعوه، لأن كما قلت هو ليسونس، هو الوقود نتاع النهار كامل، وهو اللي يعطينا صحه، ماشي القهوه بالحليب بزاف والسكر والبان وشوكولا والميلفي والقاطو، هذو يلزم الانسان ينحيهم من الطريق في الصباح. اذا كلا ميلفي ولا مش ميلفي، اذا كلا بان وشوكولا ولا كرواسون مره في الاسبوع يكفي، ما قلناش الانسان ينحيهم وكل، لكن نرجعوا للمواد الصحيه اللي تساعدنا في النهار باه تعطينا قوه، باه في العمل ما نكونوا ما نرغدوش، باه نواصلوا، باه التركيز تاعنا يكون قوي، وباه تنقص لنا ايضا من ضغط الدم ومشاكل تاع الامراض هذه. هذا الوصفه نتاع لا كريم بودويغ هذه مهمه جدا، فممكن الانسان يطبقها ويطبق العناصر اللي فيها بطرق اخرى في الصباح، في الأكل تاع الصباح، وإن شاء الله هذه راح تعطينا كلنا صحة جيدة. هذه الوصفة أنا نطبقها على نفسي وعلى عائلتي على الأقل 4 مرات في الأسبوع. وإلى اللقاء إلى الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.